في قضية الكسب غير المشروع. خلال استقباله مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، وزير الخارجية سامح شكري يؤكد ضرورة تنفيذ اتفاق الصخيرات. رسالات أسعد إليكم تسجيلا للمؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور ممدوح الضناطي وزير الآثار ظهر اليوم بشأن تحرك الوزارة إزاء واقعة بيع متحف نورثهامبتون لتمثال سفن قاع مصري في عزاد عالمي. عام 1849 وخرج من مصر عن طريق البيع. كان في الفترة ديت كان متحف راكو عارفين ما كانش لسه هناك أي قوانين لحماية الآثار، وكان بيع الآثار مباح ومتاح في مصر حتى بقانون الآثار كان موجود حتى عام 83. الأثر خرج إلى بريطانيا في حوزة المركز الثاني الذي أهداه فيما بعد وريثه من المركز الثالث إلى متحف نورثهامبتون سنة 1866. ومنذ ذلك التاريخ وهو ضمن مقتنيات هذا المتحف حتى عام 2012، وكان هناك رغبة من هذا المتحف في بيع هذا التمثال.